سقط لي الفيلم اللي مثلات هاجي مرحبا بك اجي تمثل معانا جوج افلام اجي شي ست وحف تمثل معانا وهذا رانا وليت مشهورة دابا كلشي كيعرف اليوتيوب افلام قصيرة اجي تمثل معانا في بعد شوية ندخل مع الدراري نطلبهم ويدخلوك ندخلو القناة ديالك نخدمو معاك فيلم في القناة ديالك وتشوه كيفاش الكونفرساسيون غادي؟ ماشي راه فيفري صافي حتى العشية ولا بلاتي ندير لايف ونطلعك معايا مكاينة نشاط شتو فيفري ولا ما شتوهاش؟ اه ولا كلشي كيتشوف شتو فيفري واش الزين كي داير لاباس عليك وصلتي غير شي اليوتيوب ديالك انت نزار وانا نادا روح واحد ديرو شي لايف نشوفو كارطة نزار وانا نادا روح واحد نديرو شي لايف نشوفو كارطة غدير لايف نطلع على وجه الدور الموت غديرو بحال غدير نتايا غتبقى تبكي غتقول ليا شيما كنبغي يا شيما باغي دابا هادشي راه ماشي انا وياها باش تفهمو مزيان كون كتفهمون هادي راه هي والباشير كيفاش كانوا كيدو النهار الاول مازال ما جاوش لعندي يعني مازال ما جاوش لعندي انا يلاه غيجيو لعندي من بعد حتى غيتفقوا غيقولوا شكون اللي غيطلعنا في اللايف هو في كيسكا اللي عندنا داروا اللايفات بعضياتهم وما صدقوش ليهم دابا غيجي كيسكا خلي غير هكا صافي خلي غير هكا سير ورك دوي بيك المهم هضر الباشير اخوتي ها هو جيتو بغينا نديرو الشوا بغينا نديرو الشوا على كرنا انا وياك وهم تمشيو ونتلاقاو يلا سير دير انت دير بحال نزار وانا بحال نادا يلا سير نطلعو الموجة على المغاربة الاخرى المغاربة الاخرى الباشير كيهضر مسكين خليت الباشير يهضر فين كانت ما صيفطلك انا يجي نستنى كريمك يلا سير 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 دير لايف هي كتقول سير دير لايف شي راه بيان قبل هادشي فاش كان كيدير هو اللايف كيبارطاجي لها اللايف ديالها انا راه دار لايف هادشي بيناتهم بدا الفيلم خطرح على ما غنطلعوا غنوريك شنو اليوم غنشوفو قرنا انا وياك اخي السي محمد انا هادشي نهار الاول ما عارفوش انا تا غيجي الباشير لكازا وغنتلاقاو وغنجلسو عاد غنشوفو البريفي ديال الباشير من بعد ملي غيبغي يصوب لي مصطفى التليفون عاد غيبان كلشي يعني هادشي انا ما في خباريش هادشي راه قبل ما يجيو عندي راه كانوا كيديروا اللايفات بعضياتهم النهار اللي غيجيو لعندي عاد غنفهم انا القصه من بعد وي شي معنى وي شي معنى سي كلي عقل بيدوز دير لايف طفاليتي خصك تبكي خصك تبكي ديال بصح وبقى تغوت وقول لهم انا ما درتش راه انتحر وندير باش نطلع في الطوندونس طلع في الطوندونس الطوندونس مسير يطلع له صحاب فهمتيني هذيك جات بغات ديرها بزاف الرجال كاملين وانايا طلعت الفيلم وسكرينت لها شنو كاين فهمتيني يعني كنا حنايا مثلا نيتنا ناقصه ما غاديش نسكرينها وما غاديش نفرشها يعني كون داخل معايا في اللعبه سمعتيني اخوتي كنهضر معكم بالدارجه ما كاين لا روسيه ولا شينويه هاد الكونفيرغاسيون هادي دخلتي بالفضول الكونت وسكرينت هادشي هذا اوكي يعني هي راه مريقله هي مخططه لهادشي كامل باغي باش تقول بنا في التالي حتى انتوما تسمعوا الفوكالات كاملين بغات دير هاد الفيلم هذا مع الباشير في التالي تكركبو وتدخل ديك صحابها اللي كتقول له عليهم كتقول له كنزيد معاهم غطلعوا في الموجه فوالا
داك خونا ولد عين الشق ولا شكون قالت الحكومه شكون هذا؟ قالت لك اسكري على الحكومه هذه ديك شيماء الحكومه اللي قلت لك بارطاجيها راه باغا تدبر على راسها اكبر بنت اللي غيسمع كل شيء ضيف ديال دابا غتبكي انا غنوض نبكي وغتبقى تجيب شي مساعدك ولا شي حاجه ومهم دير واحد الشوا بغينا نديرو الكرمه الشوا وبقى تبكي بصح بصح حاول تبكي يعني شرا بيناتو ماشي في فيسكا اللي قال له اجي ولا شرا غير فضول كيما قلنا لكم مشينا سكرينه باش نعرفوا شنو كاين في الخفاء بعضياتنا بعد عاد غنوريكم السكرينات ديالي انا وياها كيفاش جات عندي كتبكي كيفاش عيطات وقالت لي انا والله راه كيهدد لي كيطلع في لي لايف كيبقى يقول لي علاش ما تخليش شي ما حتى تكون في الخدمه اي والله الا زينه حتى نبداو نكون في الخدمه ونديروا باش يشوفوا بدا الفلاحه وباش يشوفوا كل شيء خلي حتى الغدا في الخدمه غادي تشوفي حتى انت غادي نخدموا في البطاطا مكرهش تفرج لينا بشي فيديو عم شوف تي في هذيك الساعه تشوفو مزيان شوف تي في راك شوف اخوتي درا شوف تي في وشكون الطريق اللي داو شوف تي في راه بتفيس كامش زعما شوف بلا شوف تي في حتى هي واخا عايشه في كازا ما عرفاش كيفاش المسائل الاداريه ولا فوالا شوف بنتو مالها وكذا زعما باش نوقفوا معاه حيت القبه مطيره لي يديه وما عندوش رجلين شوف بان كيكذب على والديه هو معانا راه معانا صاحبنا هو معانا صاحبها يطلع فيه طيب باش نشرح لكم صاحبها يعني ندوز معاه وعرفها يوسف ياسين كومونتا خي ياسين كومونتا شي عندك تقدر دابا الناس تتعاطفوا كل يوم انا بغيت المساعده شوف كيف تجي عندي اكسبتي دابا ديري شي ديني انا طاقيني باش الناس يدخلوا عندي يطلبوني ونديروا حنايا فيلم ما باش خاصك
هو فاش كندير الفيديو صيفطو لها. الفيديو صيفطو ليا شي انا تما حتى شي وقيلة ماشي هذا الفيديو واحد اخر اللي راح تحطو في لاباج. السلام عليكم خويا محمد، انت عارف اخويا الصباح كيف حالك؟ النور والياسمين عندنا كنلقي كيف حالك؟ دراري واش راكم فاهمين شنو كاين في القصة ولا غير كن سمعتوني؟ هادشي داير بيتهم في بريفي وعادي جايين عند الفيسكا تيدير ليه طق طق طق، هو بحال شي غير مقيل بحال ديما اللي جا عندو تيطلعو اللايف اللي يهضر معاه في بريفي تيهضر معاه دموع التماسي. واش نكملو الدراري القصة بتسمعو هادشي كامل ولا حبسو هادشي؟ كمل نشوفوا الناس. رانا معاك بيلا، قلت رانا معاك هو كيحلف فاهمين. برافو مريم، كمل 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 هادشي راه بينا فهمنا. غنوريك داكشي اللي مراتنا حيت دابا هادشي راه وقع قبل عاد جا. سير كمل فرشو فرشكم صار. نتوما كتقبضوا القصه مطيزه وكتفهموا. غير نوريكم ا0 ا0 يعني شي عندهم من نوفمبر. هذاك دونك خير مع نوفمبر هو شهر 11 2020، هذه 2021 فيها شهر 3 يعني ناس دول غير زعما ملي كمشوني كمشوني قياده ماشي الناس اللي فاهم اللي ما فاهمينش هذوك اللي شادين القصه مطيزه. كنهضر على الناس اللي اللي كنهضر على نحن في ليباج. هادشي راه قصه في يلاه غادي تدخل عندي انا الكتاب ديالي. شوف هاد القناه هادي هي لحتنا. شوف دخل عنده دابا وتبكي عليه وقول له والله تنقتل راسي. دخل عنده دخل عندي قبل القضيه ما تدخل عندي في ساعه فهمتي. انا غنتوقع ضرب راسك والناس يشدوك اللي تما وندير تبهديله الفيديو من عندك من هنا ديال صار صوفيا طالوني حيدو باش الناس يثقوا بيك. الفيديو من عندك من هنا ديال صوفيا طالوني حيدو باش الناس يثقوا بيك. سير هاي نبقى معاك غير سيري بعد سميتو دابا كلشي كيتسكرين ولا حتى هو الفيديو اللي مال هذاك الفيديو ديال سوفيا طالوني راه كنا ضاحكين وصافي فهمتيني. باش ما تخليش بنادم راه غادي معاك مزيان يعني هي كتقري الدراري الدريه هي كتقري شنو ندير كامل يعني عارفه الخطه ديالها شنو باغيه فهمتوا لي خوتي يا يعني بنادم ترقى باش كتهضر راكم نتوما كتفهموا ماشي خلي غير كمل 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 ما نهضروش دابا حنا سيتي. فهمتي كيفاش سالوني طالوني سوفيا طالوني راه بغيتها تصايب الفم من الوالدي اللي بغات دير فيه شي خير. اي ضرب على طالوني وشوف تي في والناس في اوروبا ضرب على كلشي. هاد الفيديو اللي قلتي لي وبارطاجيه غادي نصيفطو لواحد ولد اختي غادي يدير له المونتاج وغادي يردو زوين به غادي نتشهرو به غادي نبداو صافي. انا باغا هاد الرساله نوصلها للعالم. حنا غاديين انا وياك لزياره تشوهنا تشوهنا والله الا تشوهنا. يلا المهم حتى البلاتي صافي باش كنسجل كانت الكونيكسيون ثقيله فهمتي كل ديال كتجي ماشي كتعطل. لا جي جي بلاش هذا الشيء. وين باين شي وانت باين باين في اللايف باين خبرتي راه البلباله نايضه البلباله. فاش خلينا شحال دقيقه هذه 8 ياك تسنى خوتي يجيو ولا فاصل باش كتهضر معاه اطو ايوا واه انا سمعوا الدراري سمعوا واحد لافازو كتهضر بيها ماشي فولغير. ها
طيب بعد كنت كان حامي عليك، كنت كنقول لهم عاونوها الشاشه وما ديروا بها ديروا بها، وانت يا تبان لي بك طلع شي لايف شي لايف يعني من دوك صحابك كتبقى تضحك عليا. انا عمرو طلعت في شي لايف وتم ضحكوا عليا بقي وشفت الناس تضحك عليك وما بقيت تضحك معاهم. هذاك الشيء يا القلوه يا وجه الطنجره، راه هي القلوه متفقين على هاد القلاوي اللي بيني وبينك. واش انت كتبغيني نيشان؟ ما انت الحمار ما كتفهمش كرك، ما كاين كلمه ما كتفهمش راسك. نبقى نتسابوا انا وياك دابا، ياك انت انا ما باغاكش وانت باغيني، خصنا نكملوا في السيستم ديال القلاوي ولا نحبسوا هاد الزبل هذا؟ واش زبي ما كتفهم؟ ما كنضحكش عليك القلوه، ما كنضحكش عليك راس الحمار. شبعتي فلوس؟